ناس طيب. لا كانت هتقول لهم على العيش اللي انت اكلته بوظت جدا. هتقولي عادي روحي امي اللي تقول. لا بس ما تجيبش كاميرا عليك. ما تجيبش كاميرا عليك؟ لا. ليه؟ شاهد شاهد انت شايفه هو مش عايز يعترف ازاي؟ ها؟ وانا سكت عليه عشانك والله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شعرك ما شعرك؟ ما قلتيش ليه الكلام ده؟ اه لا قلت. قلت انت قلت كل الكلام. انت بسم الله ما شاء الله انت ما خليتيش حاجه. الامساك الحمد لله. الامساك ردك. ايوه صح. بسم الله ما شاء الله. وايه تاني تحس؟ السلام عليكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بسم الله ما شاء الله. هي تاخد جنين دلوقتي؟ اه حلو قوي حلو قوي. ازيك يا منى لينا اخباركم ايه؟ ازيك يا اياد؟ احنا النهارده هتبقى زيارة. بصوا يا جماعة أنا النهاردة جالي حالتين. حالة طبعا أنتوا شفتوها قبل كده معايا أستاذة شهد تمام، اللي هي كانت حمى بحر متوسط، وجالي قبلها من شوية ضحى، بس ضحى مشيت خلاص. وأنا ضحى وشهد النهاردة جولي هما الاتنين بتحليل أميلويد 10 اتحسنوا الحمد لله. وما ناخدش كولتسين، ما ناخدش دواء صح؟ انت هتخش تكلمي ناس قبل ما بابا يكلمه. مش هتتكلم صح؟ ايه ده مش هتتكلم لا صوت ولا صوره؟ امال هتتكلم ايه؟ مش هتتكلم لا صوت ولا صوره؟ هسأل اتكلمتي معايا بس؟ طيب اتكلمي يا شاهين. امسكي قلبي امسكي ساعديني يا ضحى. مظبوطه؟ اه مظبوطه. الكومنتات قدامك؟ اه قولي لهم بقى عشان خاطر خلاص انت الموضوع خلص. مش هشوفك تاني بقى خالص من بعد العيد. هتعملي زياره؟ هتعملي زياره صح. قولي لهم بقى قصتك عشان ما تبصيش على ضحى. هم بحر متوسط. اه صح؟ لا من وراح معدة مريق دي ايه دي؟ واسمع هي كل دي اللي انا كان عندي. كان عندك؟ اه فرق في المعدة؟ اه مريق واثنى عشر. ده كانت عندي الحاجات دي والمنظار. والاميلويد بتاعي كان كام زمان؟ كان 11. 11 قبل ما تجيلي على طول انت مش على نظام اصلا. قبلها بقى مش عارفه. انت كنت ماشي على نظام اصلا بقالك شويه ساعه ما جيتيلي اصلا صح ولا مش صح؟ فالاميلويد كان حلو اصلا. كملي يا قلبي. ايه اتحسن عندك يا روحي؟ سيب من كان عندك ايه؟ انت جايه من شخص حمى بحر متوسط صح؟ وماشي على الكولشيسين صح؟ كان الاعراض اللي بتجيلك ايه؟ اول ما جيت من العتاك وجع في بطنك وسخونيه وتكسير في العظم واسهال. وايه اللي بامساك ولا لا؟ امساك على طول. والعتاك لما بتجيلي امساك يزيد ولا يحصل اسهال؟ لا على فكره كان بيحصل كان بطني بتكون سايبه كنت على طول اروح جايه. لازم ما تنامش ما تعملش صوتي بقى ولا ما تعرفيش يعني اروح اعطي الموزك ما طالعين. لا ده انت جوزك لسه معايا بس كملي يا قلبي. قول لها انت النهارده اديتي قلت الدكتوره مياده ايه؟ ايه اللي اتحسن عندي؟ لا قول لهم عشان الناس تشجع. انت عملتي نظام من غيري يا شاهد صح؟ ايوه. واتحسنتي من قبل ما تشوفيني صح؟ ايوه. صح ولا مش صح؟ ايوه. قول لهم يا قلبي ايه اللي اتحسن عندي عشان الناس تشجع وتعمل تشتغل على طول؟ الاولاد خف الحمد لله وفيتامين د العيله وصوره دم كويسه. ده دول التحاليل. الظهر هو ده مش التحاليل. شعرك اخباره ايه؟ شعري معدي بيقع. نومي الحمد لله. نفسية؟ لا نفسية طبعا مستريحة جامد ولا في الطرا. الحمد لله. لا وجع العظم مفيش. في وجع كان في وجع في العظم جامد. كنتش بقدر الحمد لله. الهرمونات اتظبطت؟ الحمد لله بكتير وقعدت قليل الحمد لله. ومن غير ألم؟ لا من غير ألم. ما حسيتيش بيها؟ ما عرفش. انا قلت بس خلاص ده العادي ده العادي ده العادي يا قلبي ده العادي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وبابا عمل النظام يا شهد صح؟ حبيبي عادل عمل النظام صح؟ وخس صح؟ ايوه. وفي بطل دواء صح؟ عكي ايه بقى؟ عكي اخدت من قد ايه؟ احكي من قد ايه؟ من قد ايه؟ اسبوع. من اسبوع صح؟ كلا عيش سن يعني ساب الدوست وكلا عيش سن. وهو الراجل كان أربعة الصبح أربعة الصبح وأربعة بالليل. أربعة بالليل، تاني يوم حصل إيه؟ كان يدخل العناية. عناية مركزة صح؟ عشان خاطر إيه ضغطه عالي؟ ضغط عالي ونفسه راح. ونفسه أهم حاجة نفسه. شفت بقى ولا لأ؟ نفسه راح. طب هو إحنا اتفقنا مع بابا على إيه بقى؟
يوزن ياكل زيي ما يلخبطش في الاكل صح عشان ربنا يخليه ايوه والله قولي لي يا رب سامعين الكرش نزل لما ماما بتقول لك ايه لا كده نزل من فوق كرشك نزل ووشك راق واخد من فوق بس انا لما تعبت بقى وشي ده كان مكتوم لازم مش كده بيعيش سن ما انا بقول اهو هو بيجي عليا تاني اما تعبت وشه اتكتم صح ونفسه اتكتم صح واتبهدل صح باشا صدق جسمك والله العظيم ودي نصيحتي ليك ووصيتي ليك انا قلت له عشان الفرق هو حس بالفرق هو انا بقيت ماشيه بزحف بريك والله يوم اكلت طعميه ماما قالت لي كلمتنا قالت لي انا مش قادره عندنا طعميه واحده ومش قادره والله انا مش قادره هي بقت ماشيه على نظام صح وانا خلفت شويه بس مشيت انا في الشارع انا طلعت انت طلع بتجري وهي ماشيه ورا زحمه عشان تستاهلي تستاهلي وانا طب تعالي مش هروح كذا لا 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 تعبت انا تعبت كده كده كويس يعني خلاص كده المفروض العيله وقفت علينا كلنا صح مش نخاف على بعض بقى طبعا نخاف على بعض هي امسح الكاميرا بيقول لك ايه بيقول لي امسح الكاميرا خلاص راحت هي كانت ايه كانت مربشه كانت مربشه امك لما خلفت كانت ايه طعميه واحده صح حصل فيها ايه ما كنتش عارفه تمشي والله اتكلمت تقول لي انا مش عارفه ايه كده بقى يا ست الكل اسبوع سمعت يا باشا جسمك بيرد عليك خبر اسبوع في الغلط اللي عملته معاه ما بيسيبكش في حاله فاكلت النهارده العيش الصبح قولونك وارتجاع المريء يظهر اخر النهار كحه بكرشة نفس ثاني يوم ضغطك يعلى والام في المفاصل تكسر وهكذا يفضل معاك شوفتي بس ايه شاوي الدنيا عادي عظمك من عند كتافك صح ولا مش صح النهارده ثالث يوم بعد الجريمه اللي عملتها تبدا تروق من النار وانا بس حلو شفتي ماشي تمام مش يعني كلامي صح كلامي صح اتبسطت يعني صدقت كلامي يعني الحمد لله صدقت كلامي يا عم حمد ايوه بجد لا والله ما قلت كده ما قلت كده الحمد لله اللي انا حسيت بيه تعالى انت اكل عيش عيش ده توست عيش لا انا ما عملتوش لحد النهارده حاجه دي في نفسي ولا جربتها على نفسي طب انا جربت العيش بتاعت الحبيب بسم الله طيب حصل ايه بقى فيك انت بقى بسم الله ما عملتش حاجه يا سلام شعرك لا 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 انا لسه اكله من يومين انا جبت كيسين من يومين وكلتهم بس ما حصلش معايا حاجه نجرب فيك تاني ما احنا بقى التجربه بتاعتك مش هنجرب فيها ايه احنا هنجرب فيك تاني ما هو دلوقتي انا هفهمك حاجه انت لو كلت عيش وطلع غلط اللي هو بالحلال حصل لك ايه؟ في ساعتها هتاك وخلاص ما انت فهمت الحوار يعني هو دلوقتي هي كانت عيش غلط مثلا هيجي لها الاتاك وتقعد معاها خمس ست ايام بتوعها مش فاهمه حشو الموضوع ايه بس يعني مش هتعمل كوشتين تاني لا هو ست ايام هيقعدوا يخرجوا من جسمك وانت ونصيبك بس عشان انت فاهم مقروض بيسألوك على حاجة وانت بقى ساكتة ليه؟ انا بتفرج بتفرج على ايه؟ كومنتات بجد؟ بصوا يا جماعة احنا كده استفدنا من الاستاذة شاهد ان مفيش حاجة اسمها حمى بحر متوسط اصلا حتى لو هم حطوا دلالات بنتعلمها من التحاليل ملهاش لازمة لانها بعد كده بتفك نفسها الاميلود بتاعها كان عالي ومن قبل ما تيجي عملت النظام وصل 11 وبعد حتى ما مشيت معايا من العياده بقى 10 وبينزل فخلاص الحمد لله بنودع القصه دي استاذ عادل طبعا هو بسطنا وزعلنا بس تمام برضه هنعدي الموضوع هو زي الفل وانا مبسوط بيه النهارده ضحكته زي الفل النهارده الحمد لله والاستاذه طبعا صاحبه الفضل على الكل مامة شهد كتر خيرها يعني الحمد لله كانت طعميه بس الحمد لله ربنا جزاها نتيجه فعلتها سيئه تستاهل اي حد هيخالف يستاهل اللعنه بقى ماليش دعوه اشوف القهوه عادي القهوه عادي القهوه التورتي عادي والاسبريسو عادي الشاي لا الشاي ما بحبوش قوي يعني الشاي انا بشرب نسكافيه تشربه لا اشرب قهوه اشرب قهوه نسكافيه لا اشرب اعملها له زي النسكافيه لا ما هو البلاك فيه لبن يا جماعه النسكافيه البلاك فيه لبن
بالليل هنعمل حلقه الضغط بالليل عشان خاطر يتفرج عليها عادل بالليل ان شاء الله. هعمل بالليل حلقه الضغط انت بقى بتتفرج عليها. خلاص اشوفكم على خير يا جماعه، وبالليل هنتقابل تاني ان شاء الله.